كبير طنطاوي. وكان جثمان زويل وصل إلى القاهرة أمس السبت من الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة الجنازة ودفنه في مصر وفقا لوصيته. معنا الآن أستاذ حازم نصر، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أستاذ حازم، يعني ننعي مصر والعالم كله رحيل دكتور أحمد زويل، وعزائنا الأهل الفقيد. طبعا يعني ما أعتقدش إن في حد على وجه البشرية، طبعا مش مصر والعالم العربي فقط، الدكتور زويل قدم للإنسانية وساب أثر أعتقد إنه كان نقطة نوعية في تاريخ العلم الإنساني، وليس في تاريخ العلم أو في تاريخ